ده عبارة عن مبنى المرور، ده مبنى المرور كنا شغالين فيه، وكان أصعب حاجة اللي هي فيها تفاصيل كتيرة، فده كان بياخد مننا جهد كبير اللي هي الواجهة الخارجية دي، وكان ده تقريبا أتقل حاجة في البرنامج. تمام، ده كان لازم يتعمل له حاجة اسمها جنريتيف ديزاين، بحيث اللي هو التصميم التوليدي، بحيث ان هو لو قعدت ترسمها واحدة واحدة بتبقى مش عايزين يخلوها نفس الشكل يتكرر، لا عايزين تبقى فيه فتحات كبيرة وصغيرة قريبة من بعض. طيب ايه الفكرة بقى؟ دلوقتي العادي بتاعها انها بتكون فيها نقدر نقول تفاصيل كتيرة، تعقيدات موجودة. حاجة أول باشمهندس السماء يوصل رسالة إن شاء الله. تمام؟ طيب زي ما أنتم شايفين، إحنا الأول كنا بنرسم بالمانيوال، فكان بياخد وقت طويل جدا، اضطرت أعيد التصميم. دلوقتي أصبح في تولز، وجنريتيف ديزاين أصبح موجود أصلا في ريفت 2021، نزل في الإصدار 2021، بتشتغل بالجنريتيف ديزاين اللي هو آخر إصدار موجود. زمان كنا بنشتغل مثلا، لو انت شغال في مصنع بتاع سيارات كنت بتاخد وقت كذا يوم عشان تطلع، دلوقتي السياره بسبب التكنولوجيا الحديثه اصبحت ممكن تاخد 7 دقائق 8، يعني اصبح الوقت اقل بكتير جدا من اللي كان بيتم. الوقت اصبح بدل ما كان بياخد ايام، لا اصبح في دقائق كتيره. العربيه ممكن كلها تتركب وتتعمل من خلال ان هم عاملين حاجه اسمها بري ديزاين قبل ما يبدا في تنظيم، تقدر تخليه بمؤشر بسيط تحركه يمين وشمال فالرقم نفسه يتغير. ده ما فهمت، بيبقى سهل جدا ان انت تقول له طب انا عايز الف الزاويه دي، طب انا عايز ارتفاع الدور يبقى نص. فتخيل مثلا بالطرق التقليديه انت رسمت وكل دور 3 متر وقال لك بقى عدلهم، فانت المفروض بقى تعمل سيلكت كل الادوار اللي فوق وتروح على نص متر، وبعد كده تسيب الدور ده وتمسك الدور اللي فوق وتعدلها. انما بالجنريتيف دي كل الادوار تتغير مره واحده، فده بيوفر علينا وقت كتير جدا. وقت السكريبت ما بياخدش وقت خالص، لو احنا بنعمل سكريبت بسيط جدا وبعدين السكريبت بيتعمل مره واحده بيبقى سهل جدا ان احنا نستخدمه كتير جدا. فحتى لو خد وقت بسيط في الاول بس هيسهل عنك كتير. دي ادنس موجوده جوه الجراس هوبر، الجراس هوبر ده موجود جوه الراينو اللي هو عباره عن لادي باج وهاني بي، بتبدا تعمل له سيموليشن، السيموليشن ويبدا يديك القيم اللي انت هتطلع لك في الاخر. تمام، ثانية واحدة. فكرة من الموضوع ان هو بيسهل عليا الشغل بشكل قوي جدا، وبيوفر معايا وقت، الدينامو لذيذ وسهل، وممكن تكتب جواه اكواد. يعني لو انت عايز تكتب كود بالسي شارب تقدر تكتب جوه الدينامو، وتقدر تكتب جوه الداينامو، تقدر تكتب بالبايثون. بايثون لغه سهله جدا وناس كتير بتستخدمها وسهله ان شاء الله. تمام، احنا كنا اتكلمنا على الجراس هوبر. يعني هقول لكم مثلا الجراس هوبر مثلا استخدام في الجراس هوبر، ممكن يكون عندك جراس هوبر ميزته ان هو ففي حاجات كتير جاهزه، في كذا حاجه بتتسطب جواه زي هاني بي اللي هي بتعمل تحليل اناليسيس ليه، بيبقى قوي جدا. انا تطبيق
احنا بنتكلم هنا الجينيريتيف ديزاين بيستهدف جوه موجود في 21. طيب لو نموذج بسيط هوريكم انا فيديو كنت انا عامله. لموضوع الجينيريتيف ديزاين دوت هتلاقوا ان هو سهل جدا، يعني حاجة سهلة جدا بسيطة. اه ده جنريتيف ديزاين، وده البرج اللي انا قلت عليه ان هو في دي. طيب لو احنا كده مسكنا ده مثلا حاجه ريفت 21 في 2021 اهوت. بص هو بقى موجود اصلا جوه الريفت في المانج، بتدخل بتلاقي حاجه اسمها جينيريتيف ستادي او كريتيف ديزاين اهو جاهز تمام، يعني مش بتكتب كود ولا حاجه، بمجرد بس انت تعمل سيلكت. دي حاجه اسمها ورك سبيس لي اوت، بتبدا تختارهم تمام. اهو احنا مش مطلوب مننا حاجه خالص، هو جينيريتيف ديزاين اصلا بقى موجود في ريفت 21، والاظهارات القديمه ممكن تسطب الجنريتيف ده ممكن تعمله من خلال مثلا حاجه داينو مثلا تمام بسهوله جدا، او جراس هوبر. ده مثلا عامل يا ريت الناس تطبق اهوت، الفيديو موجود برضه على القناه، هو بيديك بعض الحاجات اللي ممكن توزع بيها الغرفه. يعني انت عايز الطلبه مثلا تبقى وشها مثلا للباب او لا، تقدر عدد المسافه قد ايه وهكذا، عايز الناس تبقى شايفه الاوتسايد ولا لا، تبدا تحط بعض البارامتر اللي انت عايزها تمام، تقدر تتحكم فيه، تقول انا عايز عدد الطلبه ما يقلش عن 20 ما يزيدش عن 20 وهكذا، تبدا تحط المحددات اللي انت عايزها. تعال يعني نشوف مثلا موضوع الذكاء الصناعي. ايوه تمام، ده نوع برضو من انواع الذكاء الصناعي، ان بيبقى عندك مثلا عايزين نوزع مثلا مكان مثلا تمام، فبتبدا توزع الحاجه اللي انت عايزها. خليها وزع هو حدد شكل الغرف بتاعتك عامل ازاي، وبعد كده تقول اسمهم لي، وبعد كده تبدا يعمل لك تزاحم في الفراغات دي، مثلا لو قلت لهم يبقى تفتح بيك ترابيزه وهكذا. ده سيف بتحدد المكان، بتحدد الويندوز، بتحدد المكان، ايوه الوقت، بتحدد نوع النشاط او النظام اللي عنده، فيبدا هو يوزع حاجه. الراجل هنا اقول له افتح لي نموذج، خلص اهوت، انا اقول له فلور، ببدا اعمل له مثلا فلور بالشكل دوت تمام. الفويد ممكن تعمل مثلا فتحه في المكان دوت تمام، ممكن تقول له اذا تحدد المثل بتاعك لو موجود فين الويندو، ممكن تحدد الويندو او ممكن ما تحددش الحاجه دي، هو يعملها لك اوتوماتيك تمام. ممكن برضه يعمل لك توزيع كده عشوائي رندم تمام، وهنا بيحدد لك دي الجروب دي الجروب دي المصروم وكذا، بيستخدم بعض القواعد طبعا. هنا مش حاجه فاير، او هنا لسه ما وصلوش للمستوى الاختصار الانتاج، لان هو ما خدش مني معلومات كتير، ده زي اتجاه المبنى اتجاه الشمال والشمس والرياح والحاجات دي كلها. بس ده بداية أو الخطوة الأولانية، وده بدأ الذكاء الصناعي يخش في الموضوع كله، ولذلك نقول نبدأ المحاضرة في إن شاء الله هتبقى محاضرة بعد العيد عن الجنريتيف ديزاين، أو حاجة أقوى من الجنريتيف ديزاين كمان، وإن شاء الله في السنة اللي هتديها إن شاء الله حد يكون أفضل مني بكتير. تعالى شوف مثال مثلا على الرنج.
وتدليك حوالي النفس. ده برج ملفوف تمام. مش عود ملفوف الكلام ده، لا هو برج هنخليه ونقدر نعدل فيه وكل الكلام دوت. هتقدر تعمل خلال دقيقه هنا اقول له انا عايز اعمل موف، يعني موف يعني هاخد شكل وخبط. طيب هنا هقول له انا عايز اعمل سلكت على الشكل دوت تمام، على الكيرف دوت، وابص هنا واقول له سيت وان كيرف وراح مختار الكيرف هنا ليه تمام. طيب وبعد كده عايز اديله بقى ايه الاتجاه بتاعي، حركه الاتجاه، فاقول له فيكتور واقول له انا عايز حرك في الزد يعمل رقم كنترول. طيب انا عايز بقى احدد له اتحرك قد ايه، بس انا عايز مش مره واحده، انا عايز احرك يعني اخد كوبي كذا مره. فاقول له هو افتراضي بيفترض ان انا عندي عدد معين من الادوار، فانا اقول له انا عايز المسافه الفيرست نمبر اوف ذا سيريس اقول له مثلا تمام. طيب كم مره؟ اقول له مثلا 10. بتلاقي عمل 10 ادوار بس بينهم كام تقدر تتحكم في المسافه دي زي ما انت عايز تمام. طيب دلوقتي انا ممكن اقول له انا عايز اعمل روتيت، بقول له روتيت تمام، واخد السيريال ديت وبيبست واقول له خد الشكل دوت اللي احنا عملناه واعمل روتيت بالشكل دوت، هو الشكل الاولاني وكرره. فانا اجي هنا على موف واروح معلم عليها واقول له انا عايز اشوف بس الشكل الجديد تمام، واجي هنا اقول له بلوك بالشكل ده كده، هتلاقي ان هو اتعمل بالشكل دوت. تقدر تغير فيه زي ما انت عايز تمام، تقول له انا عايز العدد بتاعهم مثلا زي ما انت شايف الشكل هو متكرر واتعمل له روتيت ويتعمل له لوك تمام. زي ما انت شايف في اهتمام كتير واكتر من البرامج بتحتاج للموضوع دوت. تعالى نشوف موقع برضه مزيدا من الادوار، احنا كنا منطورين بالريبت وبعد كده انتقلنا اكتر بدينامو دلوقتي بارانتيكل. دي عباره عن ان انت بترسم الشكل وبعد كده هو بيشوف لو غير في المتغيرات هيطلع لي اشكال ايه عشوائي تمام حسب شكلي. يعني ممكن مثلا مسافه من هنا لهنا لو مثلا 100 غير لما تبقى 50، دي لو 1000 غير لما تبقى 500، فهو بيبدا يضرب لك الاشكال ديت بحيث ان هو كذا شكل وانت تختار منهم. طبعا كل الكلام ده من خلال الداينامو وخاصه الداينامو ستوديو. بدا يشوف الارقام، فلو مثلا غير رقم تبقى بالشكل دوت، هل الشكل ده عاجبك ولا الشكل دوت، ولا تعالى احط لك اشكال كتيره جدا تقدر تختار منها. كل ده بالبرامج. ده بيقول نزل البرنامج، سجل قدام حساب وتدخل تبدأ تستخدم الشكل بتاعك ويبدأ يضرب الأرقام بحيث إن هو تشوف أنسب الشكل ليك. شايفين الموضوع جميل والموضوع هيخلص كتير قوي. يعني لو حد بيتكلم مثلا على ان هو عايز يعمل شكل للمبنى ويعمل عليه سيموليشن ويعمل الحاجات دي كلها، فانصحه مثلا بموضوع الجراس هوبر، هتلاقي فيه خاص حلو قوي لحد ما تقدر تختار افضل شكل للمبنى اللي هيحقق افضل تصميم ممكن. وحاليا الناس بتتكلم ندمج الجراس هوبر والداينامو نبدله مع بعض، يعني خلي الجراس هوبر يشتغل جوه الريفت ويخلي الداينامو يشتغل جوه الباينو، وكل واحد استفاد من مزايا الاثنين. شغال على الموضوع دوت، يعني هتلاقي حاجات كتير جدا تخليك تشتغل على دوت وتاخد شغلك توديه هناك او العكس، ويبقى فيه لايف. يعني هو انت تقدر تصدر شغلك طبعا من الراينو للريف تعمل شغلك عليه هناك. فهم بيتكلموا بقى ايه، ان انا كل ما اعمل تعديل يظهر التعديل ده هناك. في كذا برنامج بيعمل الموضوع دوت وناس كتير شغاله على الموضوع دوت عشان تستفاد بالمزايا الموجوده في الاثنين. ميت الجراس هوبر فترة طويلة، الداينا طلع مثلا من 3-4 سنين اشتهر مثلا من الفترة دي، انما الجراس هوبر بقاله فترة طويلة. ففي حاجات
كتيره، مكاتب كتيره جايه تعمل تحليل للرياح، تحليل للشمس بقوه كبيره، تقدر تعمل الموضوع ده بالدينامو، بس بياخد وقت ان انت توصل الحاجات ببعض وان انت تعمل الحاجه الخاصه بيك. الداينامو ادنس موجوده جوه الريفت، اصبحت موجوده جوه الريفت من غير ما سطبها، كان زمان مسطبها. انما الجراس هوبر هو النذر هوبر اداه موجوده جوه الرايم. طب الرايم ده برنامج بيم؟ لا هو مش برنامج بيم، تمام، هو برنامج قوي جدا في موضوع البراماتيك، بس هو مش من برامج البيم. خلينا نشوف له حاجه خاصه. طبعا البراماتيك يعني نقدر نقول بشكل كبير يعتمد على الخوارزميات، يعني لازم يكون في فهم للخوارزميات عشان نطلع براماتيك بشكل قوي. انا هشغل معاك حاجه خاصه بالبراماتيك دلوقتي. هو بص انا عامل دروس كتيره جدا للداينامو على القناه، يعني لو دخلت على القناه هتلاقي في دروس كتيره جدا. الداينامو محتاج هاخد اكتر من محاضره بقى ان شاء الله نحاول نتكلم عنه، بس هو لو انت دخلت على القناه هتلاقي دروس كتيره جدا في موضوع الداينامو، لان انا بحب موضوع الداينامو لان هو سهل. ثواني هتلاقي نفسك بتطلع منتج كويس. اعتقد في كام فيديو؟ في 123 فيديو، فان شاء الله يعني ايه يكون فيهم طيب احنا دي محاضره مش فاكر انا اديتها ولا لا، بس عموما يعني اعتقد اديتها في بيم اريبيا. بس ايه بيدخل، فانا قبل ما يدخل كده سريعا اقول لكم حاجه خاصه بالخوارزميات، تمام، عشان ايه. طيب من ضمن الحاجات القويه جدا موضوع ده ان انت تخلي البيم يساعدك في اتخاذ القرار، ان هو تقول له انا عندي مثلا المشكله الفلانيه، وهو يبدا يقارن ويبدا يشوف لك افضل حل موجود. ده ان هو بيبقى عنده المعلومات، فتقدر تقول له طب انا عملت السيستم دوت ولا عملت السيستم دوت يكون افضل. دلوقتي بداوا يتجهوا الموضوع ان هو يبقى فيه ان انا ادي للبرامج معينه الداتا اللي انا محتاجها، وهو والبوينت كلاود اللي حواليا بديله السكشن سبورت الموديل كله، فهو يساعدني في ان انا اخد قرار. تمام، دي موضوع الصنع. الموضوع دي تقدر تعمل فيها رساله ماجستير او دكتوراه لو انت مهتم بالموضوع دوت. هتحتاج ان انت يكون عندك داتا ويبقى عندك ذكاء صناعي. الذكاء الصناعي بمعنى ايه؟ ان انا مش هبرمجه في كل حاجه، يعني تخيل مثلا ان انت عايز تعلم الكمبيوتر ان هو يسوق العربيه. اقعد يعني اعلم كل حاجه واحفظه كل شارع واقول له في الشارع ده تخش يمين في الشارع ده تخش شمال، ولو قابلت قطه تعمل ايه، ولو قابلت كلب تعمل ايه، وكل حاجه. لا، ان انا اخليه جنبي ويبدا يتعلم من الحاجات بتاعتي ويتعلم من اخطائه ويتعلم من الحاجات بتاعته. يعني انا مثلا بصمم حاجه فهو يوريني اختيارات فانا اخترت ده، فهو اوتوماتيك ده ليه؟ واوتوماتيك في المره الجايه يختار نفس الاختيار اللي انا اخترته، ويبقى عارف مثلا ان انا بسوق مثلا كذا. يعني انا هوريه مثلا ان انا بسوق بين الخطين، فهو يبقى عارف ان انا فموضوع الذكاء الصناعي من الحاجات القويه جدا. على سبيل المثال مثلا انا ما اعرفش اللي هنا معماري ولا انشاء ولا كهرباء ميكانيكا، فياريت كل واحد بس يكتب كده في الشات معماري انشيكا كهرباء لاندسكيب الحاجه اللي هو متخصص فيها، تمام. كل واحد من دول يقدر يعمل حاجه خاصه بيه، يقدر مثلا ان هو تعلم البرمجه، مش سامع اللي هو بيقولها، اتعلم مهندس مدني 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 مدني، ربنا يبارك فيهم. على فكره المدني دول ما شاء الله يعني يعني هتلاقي نجيب سويرس واحمد عز والناس كلها ملايين، يعني ربنا يبارك، تمام، اهو كل مدني. طيب ربنا يبارك. طيب
مثلا انت عايز تقول له في الذكاء الصناعي لما الحاجه اللي انت بتكررها كل مره هو يعملها لك، ان هو يشوف مثلا الكود مثلا الحاجه دي لو بتشتغل بالكود يبدا في الكهرباء. تمام. طيب فانت ممكن بالذكاء الصناعي تقول له لا ده في هنا تستخدم الحاجه الفلانيه، في لما تلاقي مثلا مسافه طويله غير الانشائي من كذا لكذا، لا لما يكون كذا لا ممكن نلغي الاعمده، لا في الطريقه دي هنحط اعمده. فالحاجه اللي انت بتقعد تعملها تلقائي هو يفهمها. هوريكم كنت اعرف مهندس تكييف شاطر جدا كان معاه شويه رسامين، اختار احسن ناس فيهم اللي هي ممكن تستوعب، وبدا كل شويه يديهم بعض الحاجات، يعني يقول لهم ايه الحاجات دي بشكل فلاني، لا لا اعرف الكود ده بيقول ايه، فخلاه يبقى زي مساعد مهندس، خلاه الحاجات اللي بتاخد منه وقت هو يعملها. فدي نفس الفكره، ان انت تخلي الكمبيوتر باشمهندس عمر وسهله هو يعملها اوتوماتيك. ايوه انا اسف للمقاطعه، هو مهندس ما وصل. تمام تمام وعايز يبقى كو هوست عشان يقدر يسجل ويقدر ان تمام. ايوه حاضر حاضر، انا هدخل عشان السما اهو، وهست